بالنسبة إلى الطفل يا فضيلة الشيخ، إذا إيش؟ الطفل إذا توفي ساعة ولادته هل يعفى عنه؟ إيه نعم، إذا توفي الطفل ساعة ولادته فإنه يعق عنه في اليوم السابع، وذلك لأن الطفل إذا نفخت فيه الروح فإنه يبعث يوم القيامة. ومن فوائد العقيقة أن الطفل يشفع لوالديه، وقال بعض العلماء إذا مات قبل اليوم السابع سقطت العقيقة، لأن العقيقة إنما تسن يوم السابع لمن كان حيا، وأما إذا مات قبل السابع فإنها تسقط. فمن كان قد أغناه الله وتيسرت له فالأفضل أن يذبحها، ومن لم يكن كذلك فلا داعي لها. يسمى إذا خرج بعد نفخ الروح. الله تسوّدنا الجدار الآن، ما في نظام. الأولى في العقيقة أنه إذا ذبحها يتصدق منها ويعزم عليها، يعني لا بد من الصدقة لا بد منها ولو قليلا، وإذا عزم على البقية ما في بأس. نعم.